كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نخلد الذكرى الخمسينية لأول فوج ديال الثانوي التأهيلي، فكانت فكرة تراودنا إلى أن التقينا مع هذا الفوج هذه تقريبا واحد 6 شهور. كانت فكرة سبحان الله أن ما كانتش بأنه كانت بأن نوصلوا لهذا المستوى هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى بالتوفيق دياله حققنا ما كان لا يمكن أن يتحقق. أول حاجة ذكرى الخمسينية، ثم بعد ذلك بأن خدمنا على المتحف الذي المتحف الزمني الذي كيخلد 50 سنة ديال ثانوية زينب، وهذه بادرة على ما أظن بأن الأولى على المستوى الوطني، لأن باش نجمع الوثائق ومجموعة الأدوات اللي كانت كتخلد وبمساهمة جمعية قدماء، لأن تقريبا جميع الجمعيات ديال القدماء ديال الثانويات، نوستالجيا، تصاور، ذكريات إلى غير ذلك. نحن كجمعيات القدماء كمكتب مسير الجمعية منذ البداية ارتأينا بأن نرجع إلى المؤسسة ونرد الجميل للمؤسسة وللأطر الإدارية والأطر التربوية ولمن علمونا. فكذلك فغيكون هذه الأيام أيام تواصل، أيام مفتوحة أو الأبواب مفتوحة في وجه الجميع من أجل الاطلاع. اليوم تشهد المؤسسة حفل افتتاح المهرجان الأبواب المفتوحة تخليدا للذكرى الخمسينية لتأسيس التعليم الثانوي التأهيلي بالمؤسسة. هذا الذكرى سيتم تخليدها عبر برنامج غني على مدى 5 أيام يتضمن مجموعة من الأنشطة والندوات، أنشطة ثقافية رياضية، كذلك تكريم مجموعة من الوجوه والأطر القديمة التي ساهمت في أداء رسالتها بالمؤسسة. هذا الحفل هذا وهذا البرنامج يندرج في سياقات متعددة. أولا كاين مبادرة ديال مجموعة من التلميذات القديمة، كان أول فوج التحق بالتأهيلي بالمؤسسة سنة 1972. كذلك هذا البرنامج يأتي في سياق الاشتغال مع شريك أساسي للمؤسسة اللي هو جمعية قدماء التلاميذ في إطار مشروع المؤسسة الذي يهدف ضمن أحد أهم أولوياته في حماية الهوية التاريخية للمؤسسة. أنا كلي فخر واعتزاز وفرحة بتخليد الذكرى الخمسينية للحصول أول فوج من التلميذات في ثانوية زينب على شهادة البكالوريا. هذه المناسبة كتجعلنا نبنيو الجسور ما بين التلاميذ اللي مروا في ثانوية زينب على مر 5 عقود تقريبا. كلنا فخر واعتزاز بالجميع، فرحانين بزاف بهذه المبادرة اللي قامت بها جمعية قدماء تلاميذ زينب اللي كتقوم بواحد العمل جبار داخل المؤسسة. أنا جد سعيدة وفرحانة بزاف بتواجدي مع بهذه المناسبة بهذه الذكرى الخمسينية، وكنشكر رئيس جمعية قدماء تلاميذ سي خليفة بالمشاركة ديالي معهم في هذا الحفل بتنظيم هذا الحفل. كنسترجع واحد الكلمة كنا كنقولوها من بعد المونديال، هو أن المغربي ما كيعرفش المستحيل، والحمد لله اليوم كقدماء تلاميذ زينب حققنا هذه المقولة على أرض الواقع، وهي بإنشاء هذا المتحف. هذا المتحف هذا اللي هو يعني باكورة أعمال لواحد المدة اللي استغرقت ما يقرب واحد 6 شهور في جمع وثائق جد قيمة اللي كتأرخ المجد ديال هذه المؤسسة، اللي كتأرخ القيمة ديال هذه المؤسسة لا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد يعني بحال اللي كنقولوا على المغرب كامل، لأن مجموعة من التلاميذ وقدماء التلاميذ اليوم هم أطر تبارك الله في عدة مصالح في المغرب، وهذا فخر لنا جميعا، فخر للمؤسسة، فخر لجمعية قدماء التلاميذ، فخر لقدماء التلاميذ بالطبع.
السلام.